مرحبا. الماء الساخن والدورة الهيدرولوجية، يعني علاقة الماء الساخن بالدورة الهيدرولوجية أي دورة المائية والعناصر الكلاسيكية للحياة للكون. طبعا نحن في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مدينة بلاكسبرغ، وهذا المنتجع جميل جدا، يعني جدا خضراء خلاب، والنهر مياه عذبة وطبيعة جدا رائعة جدا، الجو راقي جدا لا حار ولا بارد، زخات خفيفة من المطر، خضراء في كل مكان. عموما كيف هذا مهم جدا. أول شيء نتحدث عن العناصر الكلاسيكية للحياة. العالم الفيلوزوفي، يعني الفيلوزوف قبل الميلاد اللي هو اليوناني إمبيدوكلز قبل الميلاد، اكتشف الذي اكتشف العناصر الكلاسيكية للحياة أو للكون، وهي الماء، النار، الهواء والتراب. وجد بأن كل شيء في الكون يتكون من هذه أربع عناصر كلاسيكية، وعندما تنسجم بعضها البعض هذه العناصر فيحصل إيش اسمه الحب، أي توافق. ولكن ما يحصل أي مادة من هذه عنصر من هذه العناصر لما يحصل تأثير، لما تنفصل أي ما ينفصل أي عنصر من هذه العناصر يحصل إيش اسمه الصراع. فبالتالي الكون كل شيء يتعلق بالصراع والتوافق أو الحب وتعايش السلمة. وبالتالي الصراع لا مفر منه، فكل إنسان يعيش بصراع، صراع يعني في تحديات في الحياة والآخر، لكن بإمكان التأقلم مع هذا التحديات بطرق سلمية ونعيش بحياة أفضل. لماذا؟ لأن هذه الأربع عناصر كلاسيكية للحياة متصلة مباشرة، طبعا هذه قدرة إلهية، متصل مباشرة بما يسمى الدورة الهيدرولوجية. الدورة الهيدرولوجية أي يسمى بمفهوم آخر الدورة المائية. فالدورة المائية هناك أربع عناصر تلعب دور كبير جدا حتى تتم هذه الدورة بشكل سليم، أي الماء، الطاقة، الهيدروجين والأكسجين. وفي نفس الوقت هذه متصلة بمراحل نمو وتكوين الإنسان، أي بداية نمو الإنسان من مراحل نمو من مضغة ثم نطفة ثم علقة ثم جنين حتى يخرج الطفل. فبالتالي تتم هذه المراحل خلال فترة نمو 9 أشهر بوجود سائل أمنيوسي أي سائل الرحم، وهو ماء ساخن. لماذا؟ لأن يتكون هذا السائل أو سائل الرحم بنسبة 99% ماء، أي بدرجة واحدة يعني ونسبة واحدة فقط هي يعني مواد بروتينية كولاجينية وغير كولاجينية، وهي مواد غذائية للطفل كمادة غذائية، بينما هي 99% ماء، ودرجة حرارة بالتحديد 37.5 درجة مئوية، أي درجة واحدة أعلى من الدرجة الطبيعية للأم. هذا الذي يجعل الأم الحامل في مرحلة الحمل تحس بارتفاع غير طبيعي لحرارة الجسم. لماذا؟ لأن الحرارة هي مادة اللي تصدر طاقة، يعني تولد الطاقة، فيبقى تبقى هذه الطاقة تضمن نمو الخلايا للجنين من خلية واحدة حتى 100 تريليون خلية التي أنت وأنت تتكون بها بأكملها. فكل خلية ونمو كل خلية وبقاء صحية هي تعتمد على هذه أربع عناصر: الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين. لكن مشكلة هنا يحصل، طبعا هذه قدرة إلهية بدون تدخل أي عنصر بشري مرحلة نمو الجنين، لكن لما يتولد الطفل أول ما يخرج من رحم الأم يبدأ يبكي، فهو يتساءل ويطلب أن يعود إلى من أين كان في حوض الماء الساخن، سبحان الله. لكن هنا لما الأم تعطي حليب، طبعا حليب الأم طبعا معروف هو أي يعني حليب يكون أعلى من درجة حرارة الجن، تقريبا معدل نقول يمكن 40 درجة مئوية، بينما درجة حرارة الأم في حالة طبيعية 36.5 إلى 37، أي درجة حرارة جسم الإنسان في حالة طبيعية. وحتى لما الأم تقوم بعملية إعطاء الحليب للطفل يعني تقوم بتسخينه وتتأكد أن حرارة الحليب أعلى من درجة حرارة الجسم، وتقوم بتقطير قطرات على اليد، أتأكد أن هذه الحرارة أعلى تدريجيا يعني بمعدل معين أي تقريبا 40 درجة مئوية عن حرارة الجسم، أعلى من حرارة الجسم، فالطفل يستمتع. لذلك عندما الأم تعطي الحليب هذا الساخن يجب أن يكون أي ماء يكون هو أيضا ساخن بنفس درجة حرارة الحليب وبنفس الطريقة. وهنا إيش يحصل؟ يحصل أن يبقى الجسم يحافظ على الدورة الهيدرولوجية بشكل سليم، الدورة المائية بوجود هذه أربع عناصر. نعود مرة أخرى: الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين. وبالتالي يبقى الإنسان بأفضل خلقه
جسديا ونفسيا وذهنيا وروحيا، وبالتالي هذا يساعد على الانسجام مع الدورة الهيدرولوجية اللي هي الدورة المائية في الكون وفي الأرض الكرة الأرضية اللي هي دورة مائية الأمطار والشهد كذا والتباخر والشهد طبعا في تفاصيل هذا طبعا نستطيع ندخل بتفاصيل، والأربع عناصر كلاسيكية للكون بأكمله. فطبعا هذه أربع عناصر كلاسيكية تحكم بها الله سبحانه وتعالى في يعني في الكون بأكمله. بالتالي نستطيع نحن نستنبط قدرات يساعدنا هذا الماء الساخن، استنباط القدرات اللاواعية ذكاء الخارق داخلي باتصال مباشرة من خلال الدورة المائية دورة الهيدرولوجية الموجودة في جسم الإنسان عن طريق مواظبة على برنامج نوع الماء الساخن والطرق العلاجية والصحية للماء الساخن الأخرى. طبعا هو الأساس هو طريقة الشرب، ثم هناك برامج أخرى وتتصل ببعض البعض حتى ننسجم لبناء حياة أفضل، لأن نعيش صحة نستمتع بالصحة الجسدية والنفسية والذهنية والروحية حتى نعيش بسلام ووئام وتعايش سلمة في العالم، ونستمتع بالصحة والعافية ونبني أمان والاستقرار في الحياة. بارك الله فيكم، نتمنى لكم وطبعا تقل النزاعات البشرية ويحصل تعايش السلم والاعتصام بحبل الله كل البشر بغض النظر عن أي اختلافات سواء في العقيدة أو في الدين أو في الثقافة أو في العمر أو في الجنس إلى آخره أو في المال أو في السلطة، فيحصل أفضل انسجام ولبناء الحضارة الإنسانية عبر التاريخ وتعايش السلم لنا وللأجيال القادمة، حتى يذكرنا ويذكركم التاريخ بما قدمت وأنجزت وساهمت في إسهام في بناء الحضارة الإنسانية إلى أفضل حال. بارك الله فيكم.